السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكاميرون تتعادل مع جامايكا استعدادا للمونديال. تعال ما نشوف هي الكاميرون داخل المونديال ولا خارج المونديال. تعال مع بعض نشوف نشوف هذه النشرة هل تؤكد انه هي راح تروح المونديال ولا لا. تعال ما نشوف. طبعا هذا هو الموقع، والكاميرون تتعادل مع جامايكا استعدادا للمونديال 9 نوفمبر 2022. هاي الموقع. اتحاد المنتخب الكاميروني مع نظيره الجامايكي 1-1 اليوم الأربعاء في مباراة دولية ودية استعدادا لمنافسات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق اللي هي فين في قطر يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري. وتقدم منتخب الجامايكا عن طريق جيستن ميك جيميستر في الدقيقة 60 قبل أن يدرك دي جايول. هم بيتكلموا هنا على اللي حصل في المباراة. تعادل منتخب الكاميرون في الدقيقة 74، يعني دائما بتعادلوا في أواخر شيء. وسيلعب المنتخب الكاميروني في مباراة ودية أخيرة مع بنما يوم 18 من الشهر الجاري قبل أن يبدأ مشواره في دور المجموعات بالمونديال، حيث يتواجد في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات البرازيل سويسرا صربيا. تمام، يعني لسه موجود. ويسير المنتخب الكاميروني مشواره في البطولة بواجهة سويسرا يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني قبل أن يلعب مع صربيا يوم 28 من الشهر ذاته، ويختتم مواجهته في الدور المجموعات بمواجهة البرازيل يوم 2 من ديسمبر كانون الأول المقبل. شو يا أخوان، شو رأيكم؟ هل أنه بالمونديال ولا خارج المونديال؟ طيب هنا الصورة هاي إتو ستتوج بالمونديال على حساب المغرب. طبعا التصريحات اللي هو أكيد كان شارب حشيش، بس شكله حشيش مضروب فاسد، بيحكي إنه بده يتوج على المونديال في النهائي، يعني هياخد كأس العالم على حساب المغرب. طيب ما علينا، خلينا في الخبر بتاعنا. كما عودتكم دائما هذا هو الموقع، اسمه كورة، موقع رسمي معروف جدا. هي الساعة، هي الساعة 7:53 كانت امبارح، هاي 9 نوفمبر كانت امبارح 2022، احنا اليوم 10، هذه كانت الصورة امبارح. ناس بيحكوا انه هو مش رايح يدخل المونديال و و و، انا برد عليهم بالصفحات الرسمية كما ترون والعناوين الرسمية والتاريخ الرسمي. انتظر اراكم وتعليقاتكم تحت الفيديو. حبنا للجزائر للابد، وليس كرة قدم التي تغير حب الواحد لبلده، مستحيل، وليس خيانة، وإنما أنا أكشف الحقيقة، أكشف العناوين، أكشف لها وأنشرها من غير كذب، من غير تزوير، من غير وهم. تحية الجزائر وأهل الجزائر. انتظر أراكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسون وضع اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.